last time viewing this. كل شيء كل شيء عشته في الجامعة. آخر فترة كنت أشتغل على الثيسس حق التخرج، أحس إني استهلكت قهوة، يعني لدرجة إن صارت القهوة بالنسبة لي ما تفيد. يعني إذا بطاقة لازم أشرب ريد بول يعني عشان أكون خلاص ألف مصحصحة وشي. وتشو سو بعد، يعني مو بواو صراحة الموضوع. الله توهم خلصين موينج حشينا الحشيش. طبعا غطيت عنكم ساعتين ثلاثة، كان عندي شغل خلصنا كل شيء حق السينيور. أبا آخر مرة أتغدى في الجامعة وعقب أروح البيت. وايد فيني شعور شي غريب. Last time viewing this. شعور غريب ما أدري، ولا إني أنا مبالغة في السالفة ما أدري. يا الله. حتى نفسي غريبة. عندي الله ما تعرفه، عندي إحساس غريب جدا. شوفوا أتا هذاك طاول الجامعة بحتاج لهم. والنافورة اللي تشتغل أسبوع وشهرين لا. يا الله so weird، والله so weird. ريحة الاي 3 بكلها كلور. ما ادري. ودانكن اللي زعلوني مسكرها قبل لا اخلص. تدرون لما بطل دانكن ما كان عندي شعور ابدا. شين دانكن؟ فجأة صرت احب دانكن، معني ابدا ما كنت احبها. نطلب لنا في ريستك طبعا وبعد. وطلبنا اخر شعور غريب. غريب الشيء اللي أنا قاعدة أقوله. It's so emotional. أحس إني أنا وايد مبالغة بالسالفة، بس أبى أحلل كل شيء، كل شيء أحس فيه أبى أحلله. طبعًا قاعدة داخل ما أدري ليش، لا بحران ولا بردانة. ما أدري ليش آخر فترة صايرة وايد حساسة وايد. يمكن أبالغ في مشاعري ما أدري. وين البوينت بالضبط؟ المهم بشوف مسلسل، بشوف شغلي اللي توني خلصته، وشو بعد بسوي؟ تريك. غديت الحمد لله، قاعدة أشرب شاي آخر مرة في الجامعة. بقولكم شيء، وايد صايرة أحط حل. أفكر هذا سنة بلوك، يعني أنا حاطتنا في سبراي صغير، لأن سبراي لي فيه كبير من بايوديرما، بحط لكم صورته هني. وايد بنات حلو، وايد حلو. يا الله متفشلة من البرنامج اللي قاعدة أطالع، صار لي سنة أنا أشوف هالبرنامج من أول ما نفذ. يعني وقفت فترة حلوة بعد ورديت الحين اشوفه من اول جديد. ما ادري يعني شو السالفه، يعني ما عدته بس كملت عليه. وبرنامج تنظيف، مع انه ما عندي اي هوس في الموضوع، بس ما ادري اشوفه. يعني وايد بعد اشوفه، يعني مرات اودر من اسحب على مسلسلاتي واقعد اشوفه. اذا عندكم مسلسل حلو تقولي. الحمد لله، لا تمر اسمي من غير لحم ولا قوة إلا به.
خلصنا أبغى أروح أشوف هالمكان قبل لا خلص أصور لكم بعد. خير ريحة الديتايل أبلاه تنجري وايلد بايائي حيبني وايد حلو وخلاص آخر مرة نطلع من هالمكان. في عندي شغلة لازم أسويها خلصتها وبعدين أبى أروح أصور صورة أصور قدام كليتنا أني تخرجت. بتقولون متى إياها شيء وباكم تخططيها توني قبل شوي وبعدين بنطلع. تدرون إذا ما ألغوا بطاقتي يعني الأكسس بعده شغال حق البطاقة بأي مرة ثانية كيسين. موضوع الماستر خذيت قراري ما بكمل الهارتي كالتشر ما بكمل تخصصي هذا. ليش ما ليش حق شو خلاص أبغى أطور أحس نفسي بأشياء ثانية أبغى أعطي نفسي فرصة أبدع في مجالات ثانية أبدع في سايدز ثانية. ما أريد أحكر عمري مع إنها زراعة أحس شيء ما ينمل والطبيعة بالنسبة لي وايد حلوة وايد أحبها. بس أنا متأكدة إن في شيء محلاتها ما شاء الله. خنصور صورة انستغرام. صورنا صورة حق الانستغرام صور والله وايد حبيت الزاوية حتى كل شيء. بنصور صورة تبين فيها اني انا تخرجت من كلية الأغذية والزراعة سنة 2020. اتوقع هالسنة وايد اشياء مش حلوة صارت. كثر الاشياء اللي مش حلوة صارت انا انسانة اشكر هالسنة صدق غيرت فيني وايد على صعوبات على الأشياء المرة المش حلوة اللي ما كنا نتوقعها من 2020. تغيرنا صرنا أحلى صرنا أفضل صرنا الناس طموحين أكثر متعلقين بأهلنا أكثر. أوكي وين اسم الكلية؟ جاري البحث عن اسم الكلية تشوفونه ما تشوف الصوب الثاني أتوقع. بس كيف بصور يعني كيف بيبين فوقي الها اسم الكلية؟ عرفت. شوف الكراسي اللي قدام هناك عشان اتأكد ان اسم الكلية هو اللي يبين. وين اكو فوق يلا هناك نصور. شفت الكرسي اللي بالنص هناك كيف اثبت تلفوني؟ ناوية كنت أجيب الترايبود بس ما ضبطت. خلينا نشوف هني شوف الزاوية. أوكي يبين صورت. خلينا نأخذ آخر فيو لكليتنا. اللهم لك الحمد. صدق الحين أقدر أقول الحمد لله الذي شو نسيت الدعاء بنعمته تتم الصالحة. الله بصورة بعد ويلي هالدرب كل دوام اطلع منه المغرب تعرفون. اخ يا ربي ريحة الحشيش الحين ذكرتني بريحة حشيش الحدائق العامة. يعرفون الريحة هاي ويوم يكون كله العاب ولعبات الخيل ما ادري ليش المكس هذا شي ذكرني ولا انه شي مرسوم في مخيلتي يعني ما عندي فكره. وبس اللهم اخرجنا مخرج الصدق يا رب العالمين.
is the last time for me exiting the university. I'm graduating, خلاص. Thank you. This is so emotional. Thank you. Bye bye. طلعنا يا الله. I feel so bad. ما أدري ليش. Out of a sudden تدرون كل شيء عشته في الجامعة من أشياء حلوة لأشياء تزعل من الأبز والداونز كل شيء الحمد لله. Oh my god أنا نفسي بس This is ما أعرف أقول صراحة. الحمد لله كل شيء خلاص خلص بكالوريوس. أصل في عندي فاينلات 2 بس يعني ما أدري. وايد غريب وايد ما توقعت طلعت يوم الجامعة شي تكون بس يا ما بتكلم خلاص. مو بعاتي من الناس اللي يوم تتذكر شابتر في حياتهم شي يكونون emotional بالعكس وايد نظرتي إيجابية للمستقبل بس ما أدري أحسكم ما يدقراب مني لدرجة تانية أفضلكم. ما خلاص ما بصور. بغيت أختم الفيديو من هل الجسر المشهور للجامعة. أشوفكم على خير. فيديوهات ثانية لا تنسون لايك كومنت شير وسبسكرايب. باي باي.